حدثنا هو حدثنا عن علماء السلف. ماذا نقول عن علماء السلف وعنه هو ومن كان في طبقته؟ واش قال؟ كانت همم القدماء. شغل يعطينا اون ريفيرونس الان، رانا في النهايه، يعطينا مراجع دي ريفيرونس باش ما نضيعوش. قال كانت همم القدماء من العلماء عالية تدل عليها تصانيفهم التي هي زبدة أعمارهم، لأن إلا أن أكثر تصانيفهم راحت. أنا عميه هل بكم على؟ قالك لأن همم الطلاب ضعفت. هنا الإشكال، هنا الإشكال. أحيانا همم الطلبة ضعيفة، وبعدين يقول فصاروا يطلبون المختصرات ولا ينشطون للمطولات، وبدا يقول يدير المرض والدواء نتاعو الى اخره. وبعدين يقول في الصفحه 509 يتحدث عن نفسه ماشي للعباد، الله في مانيس سيدنا يوسف في سوره يوسف الايه 55 قال اجعلني على خزائن الارض اني حافظ عليم. هو تكلم عن نفسه، واش يقول؟ من باب الاعتبار، واني اخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب. وليش ثوانت الكتب؟ وإذا أرأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز. مو في كتاب ثمكن وفي غير روج. وبعدين ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد لستاتيستيك انتداجي إغراء ذميل أوفراج. 20,000 مجلد نخدم كم نموايان؟ معناه بمعدل 300 صفحة يغرى 6 مليون لباج، 6 مليون صفحة و 200 متر، 200 متر كي نديرهم هكذا هذا مور هذا معنى 200 متر كان يقرأ فيها. وبعدين إذا كان بلي كيلومتر ما نخدميثنا كا بشكل أفقي يعني في خط واحد 1110 كيلومتر يغرى سيغ الجزائر شحال؟ 140 كيلومتر 150 يسيا غروهران يسيا غرتم نرست وليس كجمع صفي يغرى 1110 لكيلومتر. أنسن قصة نخدم لا موين 300 صفحة صفي السيا على مدى الصحراء الجزائر نسال يقا وما إلا للليلي 150 مليون سطر، ما إلا الكلمات 2000 مليون كلمة، ما إلا يروح ساكور يعني لكيلومتر يروح 37 فوا 37 مرة يخدم لا فيرتي تروح يتسوغل ساكور ويعاش كان 87 سنة فقط. أشو ديننا هكا؟ ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر يعني أكثر تسيف كد كان شوية نسير سنقص وكين سنقص. وبعدين شو ديننا؟ وأنا بعد في الطلب ما زلت وأنا بعد في الطلب